صباح الخير استاذ، حبيت خبرك اني وصلت. ماشي ماشي، راح انتظر، بشوفك بعد شوي. عفوا تفضل، فيني اشرب فنجان نسكافيه ساده ولا بالحليب؟ بحليب تكره. عود مشت، عود ابني، اهدى، عود عود. اكيد ما بدك تعمل فضيحه قبل اللقاء، ما هيك؟ عود. إيزيليا اللي خبرك؟ انتو شو؟ ما عم بقدر افهم، انتو رفقات ولا اعداء؟ اذا قدرت تعرف خبرني لي كمان. شيلنا من خفه الدم والتنكيد، فيك تبلش تترجاني. خزيت العين عنكم كلكم، عم تكشفوني. بلش احكي لي عن الضمير وعذابه، احكي لي عن اخي عمر وقل لي كون مثله. انا تعاقبت وخلاص يا مجد، انا خسرت كل شيء كان عندي اياه، بعد هلا كل شيء صار زايد علي. عم تحكي لي عن الندم جنكيز؟ انت ندمت عن جد؟ قل لي ندمت، اقنعني فيه. ايه ندمت، بقسم لك اني ندمت. هيك قليل؟ مين لسه؟ علي وعيشة؟ احكي لي عنهم، قل لي هلا، قل لي كل شيء. ما رح تعملها، بهالسنين اللي مرقت كنت اكثر من اخ ورفيق لإلك، بس اكيد كل هذا هلا انت مانك متذكره. مبلا انا متذكر، كنت اخ بالنسبه لي، مبلا، بس ما بكفي هالشيء. طيب ليش ما بتحكي لي كل شيء؟ جنكيز لازم تحكي لي شيء مهم، احكي لي شيء، يلا احكي. شو بدك يعني احكي يعني؟ وفي حال قلت لك شو رح يصير لي اذا حكيت لك؟ رح تتخلى عن المقالة تبعك؟ مجد بترجاك تسمعني منيح يا مجد، أنا رح ساعدك منيح صدقني. رح تصير صحفي كبير من ورا هي المقالة، بس في أمور ما بتعرفها رح قلك إياها ورح أكون زلمتك يلي جوا. اسمعني، خلي عيشة وعلي بالقصة، بس أنا ما تحكي عني. رح خبرك بكل شي صار وكل شي هنن عملوه، وإذا بدك منستدرجهم ومنخليهم يحكوا كل شي بعض ما تلسانهم، وهيك أنا بكون نفدت من القصة. ها؟ ها؟ شو رأيك؟ قلي شو رأيك؟ شكرا كتير جنكيز، أعطيتني نهاية ممتازة للمقالة. في شي تاني تقوله؟ لأنه في عندي موعد. شو؟ إجا. آسف تأخرت عليك. لا هيك أحسن، كتبت نهاية المقالة. شو؟ مجد أهلا وسهلا فيك بيناتنا. وكيف رح تبلش المقالة؟ بتسلسل زمني ولا من الأول؟ بتحب أحكي لك شيء؟ طبعاً طبعاً، رح بلش من أول شيء، أول يوم التقى فيه بطلنا بأحسن رفيق إله، تمام هيك؟ إيه تمام. بيلعب قمار وبيخسر وبيلحقوا الناس الأشرار، ممتاز، حبيت هيك. وبيضرب زلمة بالمحطة، كان هلأ نازل من القطار وما بيتركه، بيقلع يلي عم يلحقوا، وهيك بتبلش العلاقة، وهيك صاروا أصدقاء، بياكلوا وبيشربوا سوا وكل وقتهم مع بعض. وبعدين بيقرروا يأسسوا إمبراطورية للجريمة. بطلنا قبل ما يصير رجل أعمال ناجح، كان بيشتغل بالجريمة وبشغلات المافيا، بيسرق وبيقتل. شو هاي؟ هاي المقالة مو أحلى؟ ما رح تهز الأرض والسماء؟ مو أصل الحكاية هي حكاية كنان بيركان؟ أنت يا غبي غلطت غلطة حياتك. يلا يلا. جنكيز. آه.
بدي اياك تساعدني. شو عم تفكر؟ شوف الموضوع من طرف تاني. عيلتي ما عم ترفضني. المشكلة لما بيتطلعوا فيي ما عم يشوفوا عمر. ولا يقدروا يشوفوا عمر. لازم نخليهم يؤمنوا بالمعجزات أول شيء. كيف يعني؟ مجد عندي. أنت روح لعند أبوك. بس كيف؟ أمن فيني شريك. شكراً كتير أخي جنكيز، أعطيتني نهاية ممتازة للمقالة. لسه عندك شي تحكي؟ لأنه في عندي موعد. أنت بدك نهاية للمقالة؟ خود هاي النهاية الحقيقية للقصة. أنا جنكيز أطاي، يوم 18 أيلول سنة 97 أنا وعلي قرقيز وعيشة تسجان وسردار أبوها سرقنا صالة أقمار وقتلنا زلمة ولزقنا التهمة بأحسن رفيق لألنا عمر أوتشار يلي انسجن من ورانا. ولما كان بالسجن كنا نحن أغنياء. وبعد 12 سنة ظهر زلمة بحياتنا، إيزير بيرقدار. دخل حياتنا بشكل غريب واخذ منا كل شيء منا. إيزيل بيرقدار هو النهايه الحقيقيه لهي القصه. لا تنزع، حاله غريبه كتير. إيزيل بيرقدار بينتقم لعمر أوتشار. هو كمان مثلكم، واحد بيشبهكم. انت ولا مره حبيت إيزيل؟ غريبه ليش؟ حاله غريبه لانه إيزيل كان عم يجي على بيت عمر كل الوقت. مزبوط. شو عم تحكي؟ انت ما حبيته لإيزيل ابدا. ليش؟ لانه كان يتطلع على امك مثل ما كان عمر يتطلع. شو رايك؟ ليش؟ مزبوط، في إلنا بالقصه. لانه إيزيل مثل عمر كان يقضي ساعات وهو عم يحفر خشب مع ابوه بالورشه. مزبوط حكي؟ وقت كان يصير اي شيء لحدا منكم اول واحد هو اللي بيركض مثل عمر. مزبوط حكي؟ ليش؟ شو كان مخبي؟ انت دائما كنت عم تدور على سبب، بس إيزيل كان دائما يداريك مثل عمر. مزبوط؟ اللي مزبوط؟ ما بيقدر. كان عم يتصرف كأنه رح ياخد محل عمر. ما بيقدر، ما في مخلوق بياخد محله. بس هو كان عم ياخده، ومشان هيك انت ما كنت تحب إيزيل. بس إيزيل كان يتصرف مثل أخ كبير، بيسمعك مثل أخ كبير وبيحبك مثل أخ كبير. ما بيقدر يعمل هيك. انت ليش ما قدرت تحب إيزيل؟ لأنك كذا مرة ومن دون ما تحس قلت له يا أخي، وكنت تخربط بينه وبين أخوك عمر. كم مرة وقت شفت خياله وسمعت صوته فكرته بلحظة أنه هو أخوك عمر؟ كم مرة فكرته أخوك عمر؟ من وين بتعرف كل هالحكي؟ اللي كيف عرفت؟ لأنه الجنكيز بيعرف نهاية القصة يا مجد. بعرف كيف أنه الزلمة بقي عايش من ورا معجزة. بعرف كيف غير وشه ورجع على بيته وقام وعيلته ما قدروا يعرفوه حتى. كذاب! لا 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 لا، شو عم صير؟ معك حق يا مجد، إيزيل بيرقدار إجا لحتى ياخذ مكان اخوك عمر. قولوا ما بيعرفوا. لا 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 تفضلوا شباب، روحوا على المحل. شكرا، نحن اسفين. تفضلوا تفضلوا عدو. حصل خير. اذا بترين بدي منك تتفضل. نحن اسفين، صار سوء تفاهم بسيط بيناتنا بس ما في مشكله حليناها. ارجوك اذا بتريد ما في داعي. ماشي، يعطيك العافيه. لاول مره كل شيء عم اقول لك اياه هو الصح، والدليل بتلاقيهم. أنا أجيت لهون لأني بعرف أنك ما رح تصدق إيزيل، بس أنا عندي شيء أخسره على عكسه.
حريتك. هي 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 ورقة الموت تبعي يا مجد. إذا حبيت انشرها بمجلة كينان بيركان وتوظف من وراها، أو فيك تسلمها للشرطة، بس ليش حتى أعطيك هيك ورقة يا مجد؟ ليش جنكيز قطاي لحتى يجي يسلمك شو بقيها من عمره ويعطيك إياها؟ كرماله. نهاية القصة. عم تحكي جد؟ هلا هو ناطرك، روح لعنده سر. شو بده؟ شو بده مني؟ ها؟ شو بده ياني ساوي؟ أخي إجا. آسف تأخرت عليك. لا هيك أحسن. كتبت نهاية المقالة. شو؟